فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هذه امرأة تسأل فتقول إنها ذهبت إلى المستشفى حيث يوجد عندها ضرس تقول يؤلمها ألما شديدا، وقررت الطبيبة خلعه. أعيد السؤال. امرأة تسأل فتقول إنها ذهبت إلى المستشفى لأن عندها ضرس يؤلمها ألما لأن عندها ضرسا يؤلمها ألما شديدا، وقد قررت الطبيبة أن تخلعه، ولكن لأنه تقول مستعص فقد حولتها إلى طبيب للخلع، هل يجوز لها ذلك؟ نعم، إذا كانت المرأة لا تقوى على خلعه وهو يؤلمها تذهب إلى الطبيب لضرورة. نعم.